خمسة أحرف يقفزون على السرير. سقط أحدهم وصدم رأسه. بوب نادى الطبيب والطبيب قال لا مزيد من الحروف يقفزون على السرير. أربعة أحرف يقفزون على السرير. سقط أحدهم وصدمت رأسه. بوب نادى الطبيب والطبيب قال أخبرتكم لمزيد من الحروف تقفز على السرير. ثلاثة أحرف يقفزون على السرير. سقط أحدهم وصدمت رأسه. بوب نادى الطبيب والطبيب قال لا مزيد من الحروف تقفز على السرير. حرفان صغيران يقفزان على السرير. سقط أحدهم وصدمت رأسه. بوب نادى الطبيب والطبيب قال لا مزيد من الحروف تقفز على السرير. حرف صغير يقفز على السرير. سقط هو وصدمت رأسه. بوب نادى الطبيب والطبيب قال لا مزيد من الحروف تقفز على السرير. ليس هناك أحرف تقفز على السرير. سقط أحدهم وصدمت رأسه. بوب نادى الطبيب والطبيب قال أخبرتكم لمزيد من الحروف يقفزون على السرير. يا أطفال، أنا بوب القطار. اليوم سنتعلم أبجدية المواصلات معا. إيه مثل إيروبلين التي تطير في السماء. بي مثل بص على الطريق الذي يمشي في كل الأنحاء. سي مثل فاميلي كار التي تصدر أصوات. مثل ديرت بايك لا تمشي بها في الظلام. اي مثل إليفيتر ينزلنا ويصعد. فوركليفت إنه يرفع الكثير من الأشياء. جي مثل garbage truck إنها تنظف المدينة. إتش مثل هليكوبتر تطير في كل مكان. الآيس كريم تراك التي بها جرس يرن. جي مثل جامبو جيت كبيرة وسريعة. كي مثل كاياك سوف تحتاج لمجدف. إل مثل لوري كبيرة وضخمة.
موتورسايكل تجري في الروم روم روم إن مثل النافي تشيب وبها غرف كثيرة أو مثل أويل تانكر تجوب كل البحار بي مثل تايني برام يحب يحلق للنجوم إس مثل سبمارين أغوص تحت الماء تي مثل لونج لونج ترين إنه طويل وكبير لم يكن ذلك رائعاً يا أطفال؟ لقد عرفنا أبجدية وسائل المواصلات. أراكم مرة أخرى قريباً مع بوب القطار. أهلاً يا شباب، هيا نلعب بالألوان. امسك قلما بيدك انظر انه ازرق ولون في الورق اصنع سماء جميلة جميلة اليست كذلك الا تحب الازرق انه لون من علبات الالوان قلما بيدك انظر انه احمر ولون في الورق ارسم وردة حمراء جميلة اليست كذلك الا تحب الاحمر انه لون من علبات الالوان قلما بيدك انظر انه اصفر ولون في الورق ارسم نجمة صفراء جميلة اليست كذلك الا تحب الاصفر انه لون من علبات الالوان
أمسك قلما بيدك. انظر إنه أخضر وألون في الورق، أرسم حبوب خضراء جميلة. أليست كذلك؟ ألا تحب الأخضر؟ إنه لون من علبات الألوان. أمسك قلما بيدك، انظر إنه وردي ولون في الورق، ارسم حلوى كبيرة جميلة. أليست كذلك؟ ألا تحب الوردي؟ إنه لون من علبات الألوان. تعالى أمسك قلما، انظر إنه بنفساجي، وأرسم في الورق فستان للأميرة جميلة. أليست كذلك؟ ألا تحب البنفساجي؟ إنه لون من علبات الألوان.